السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وهكذا مضى نصف شعبان، وبقي النصف الآخر، الله أدرى ما هو صانع فيه. اللهم اغفر فيه ذنوبنا، وأعتق فيه رقابنا، اللهم تول فيه أمرنا، وأحسن فيه خلاصنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم يسر لنا العبادة، اللهم تقبل منا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا حي يا قيوم، آمين. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ بعد مضي نصف شعبان، وقد أزف رمضان، وهلت أنواره، وعمت ريحه، واستنشقت الأفئدة رحماته، أين العباد؟ أين القراء؟ أين الصوم القوم؟ ابتعدوا إخوتاه عن البطالين الذين يزعمون ألا صيام بعد نصف شعبان، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين. هذا حديث في صحيح البخاري، أو متفق على معناه قريبا منه في صحيح مسلم. أما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فحديث منكر، كما قال الإمام أحمد فيه العلاء بن زياد منكر الحديث. الشاهد، خلاصة الكلام، دعك من البطالين، ودعك من الأكالين، ودعك من المشغولين بالدنيا، ودعك ممن همهم الدنيا، وانشغل في تلك البقية الباقية بعبادة الله تمهيدا للصيام. من التدريبات، من تدريبات اللياقة الإيمانية قبل رمضان، التدريب على الصبر على الطاعة. يأتي رمضان في هذه السنة في الصيف، النهار طويل والحر شديد في الصيف، وما أدراك ما صيف الناس
في هذه الأيام والمعاصي والذنوب للأسف الشديد. فلذلك أقول أننا نحتاج إلى التدريب على المكث على الطاعة، التدريب على الصبر على الطاعة، التدريب على أن تظل طيلة مدة الصيام مستحضرا مستصحبا نية التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاستصحب نية التقوى طيلة مدة الصيام من أذان الفجر إلى أذان المغرب وأنت مستصحب التقوى. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. تدرب على ذلك في الأيام الباقية قبل رمضان لتدخل رمضان وقد هيئ قلبك لهذا. تدرب على طول القيام لكي لا يتعب ظهرك ولكي لا تسرح أثناء الصلاة. كثر في هذه الأيام الشكوى من السرحان في الصلاة، من الغفلة في الصلاة، من السهو في الصلاة، من انشغال البال والخاطر بعيدا عن الصلاة. وكثر السؤال وكثرت الإجابة في أن هذا أمر طبيعي وأمر عادي وكلنا ذلك، والكلام هنا كلام خطأ، لا طبيعي ولا عادي ولا كلنا ذلك الرجل. تدرب وتعود على أن تستحضر قلبك في الصلاة وأن تحضر قلبك في الصلاة وأن تتمكن من قلبك في الصلاة وأن تمسك بتلابيب نفسك في الصلاة وأن تتدبر القرآن في الصلاة وألا تسرح ولا يذهب ذهنك ولا يشرد منك أبدا أثناء الصلاة. تدرب تدرب على التركيز في الصلاة وعشها حقيقة، عشها. سيأتيكم في حلقات رمضان بإذن الله تعالى ذوق الثمرات، وإن كنت أريد أن أغير عنوانها إلى أن أسميه طعم الحياة، طعم الحياة. أول كلام عن الصلاة هقول لك إيه فيه، بس هناك بقى مش عايزين نحرق الكلام. أول كلام هناك هقول لك إيه، الصلاة صلة بين عبد ورب. هذا معنى يستحيل فهمه، صلة بين عبد ورب، ليست صلة بين فقير محتاج وغني، إنما بين عبد 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 لا يملك من أمر نفسه شيئا، كل ذراته الباطنة والظاهرة خاضعة باسم الفقر لرب له ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. هذه الوقفة بين عبد ورب، إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته. لو تستشعرت هذا المعنى، لو ذقت هذه الثمرة، لو لبس قلبك هذه اللذة لما التفت عنه طرفة عين، وما ولكنت لا تحب أن تخرج من الصلاة أبدا. إخوتي، التدريب على الصبر على الطاعة، على طول الصيام، أن تظل صائما. بعض الناس بينسى موضوع أنه صايم ويعيش حياته. قال جابر بن عبد الله: لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، لا تجعلهما سواء، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. ما تخليش يوم الصيام زي يوم الفطار. يوم الصيام مختلف. إمتى يبقى مختلف؟ لما تبدأ من دلوقتي تجعله مختلف، مش من أول رمضان. تدرب على طول القيام والتركيز في الصلاة وحضور القلب. تدرب على كثرة تلاوة القرآن، تدرب من الآن على أن تتلو القرآن وتستمتع به. اقرأ، اقرأ كتير. تدرب عشان لسانك القرآن يجري على لسانك. تدرب عشان دماغك ما تصدعش من كتر النظر في المصحف. تدرب من دلوقتي جزء بجزئين، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة،
كل يوم تدرب، تدرب على التركيز في القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن واستحلاء القرآن وعدم الملل من تلاوة القرآن. تدرب، تدرب على الذكر. إننا نريد أن نقضي هذه الأيام الباقية من شعبان في التدريب على الصبر على الطاعة. قال سبحانه وتعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. ونعود إلى ما كنا فيه في كيف وأخواتها، وكنا نتكلم عن قضية الإيمان، عن قضية الإيمان بالجن، ثم تطرق بنا الحديث إلى ماذا تطيقه الجن وماذا تستطيعه، ثم ذكرنا منها أنها تطيق أشياء لا يطيقها الإنسان، وضربنا لذلك مثالا أن قضية أنهم كانوا لسيدنا سليمان يصنعون له أشياء لا يطيقها الإنس، مثل الإتيان بعرش بلقيس. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده من العلم من الكتاب، قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الغمض عينك فتحت لي قدامك، فلما رآه، غمض عينه فتحها لقى قدامه، فلما رآه مستقرا عنده. قلنا لابد لنا من وقفة عند هذه الوقفة. سيدنا سليمان طلب من الله جل جلاله أن يهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فوهبه الله ما أراد. وسبحان الله العظيم، هذا الملك العظيم لم يغير من سليمان، لم يجعله يتكبر ولا يتبطر ولا يستعلي ولا يرى نفسه ولا يفخر بما يملك. وكلما زادت عليه النعم كلما ازداد تواضعا. يذكر في الإسرائيليات، والإسرائيليات يعني هي التي رواها أهل الكتاب فيما بينهم، وهذه الإسرائيليات حكمها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوه. هذا حكمها. إن الروايات اللي بتأتينا واللي أقول لك من الإسرائيليات اللي بيذكرها ابن كثير ويذكرها غيره، ابن منبه له صحيفة كبيرة في معظمها من الإسرائيليات، هذه الصحيفة الكبيرة كل روايات الإسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها، ما وافق الدين عندنا نأخذه وما لا يوافق الدين نرده وانتهت القضية. في بعض هذه الإسرائيليات أن سليمان ابن داود عليهما السلام كان يطير مرة على الهواء، ربنا سبحانه وتعالى قال: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. الله أكبر. سيدنا سليمان مرة ماشي على الريح كده، وهي فلاح بيفحت في الأرض، فهو بيفحت في الأرض رفع رأسه كده، لأ سيدنا سليمان ماشي على الريح، فقال: لقد صار ملك آل داود عظيما. فحملت الريح الكلمة إلى سليمان، فنزل سليمان أمام الفلاح، قال: ماذا قلت؟ قال: قلت لقد صار ملك آل داود عظيما. لا خاف الرجل ولا ترعب. قال له ايه؟ قال له: والله لتسبيحة او تحميدة وانت في زرعك خير مما اوتي ملك سليمان، آل سليمان، يعني غير النبوة، يعني من هذه الدنيا، تسبيحة وتحميد. سيدنا سليمان لم يغتر ولم يتكبر ولم يتبطر. هذا الموقف العجيب جدا لما رآه مستقرا عنده، وجد ملك بلقيس مستقرا عنده، سبحان الملك لم يقلبه ويتأمله، هذا العرش الذي بهر الهدهد
فقال الهدهد: ولها ملك ولها عرش عظيم. حين أتى أمام سليمان لم يمسكه سليمان ليقول ده العرش العظيم اللي بتقول عليه يا عم هدهد الله يرحمك، فين العظمة دي؟ ده عادي، ده صفيح ومدهون أصفر، وده بتاع ده حديد ومدهون أبيض، وده عرش إيه؟ ما حصلش. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. سبحان الملك. دايما أقول أن الدعاء أهل الحق لا يلتفتون إلى الدنيا، هو كده لا يلتفت إليها، لا ينظر إليها، مش مشغول بها حتى وإن كانت بين يديه. سيدنا سليمان زي ما قلت لك ما انشغلش بيها، ما انشغلش بالعرش، انشغل بفضل الله. شوف قصة أصحاب الأخدود، الغلام لما كان جليس للملك قد عمي، فأتاه من كل صنوف المال، جاب له شوية ذهب وشوية فضة وشوية موبيليا وشوية عربيات وشوية جواري وشوية من كل صنوف المال، ودخل على الغلام فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. ماذا قال الغلام؟ قال له: لا لا لا، ما هنا لك أجمع، أنا ما باخدش حاجة، أنا بعالج لله. ما حصلش، ما قالش كده. قال له: دعه، سنأخذه منك ونتصدق به لله، فما عند الله خير مما عندك. ما حصلش برضو. ما قالوش ما ها هنا لك أجمع، أنت بتقولي ما ها هنا مفخمها قوي، وأنت جايب إيه يعني، إحنا عندنا أكتر من اللي عندك. ولا قال له ده شوية ولا ده كتير ولا ده قليل ولا هنعمل بيه ولا عايزين منك ولا مش عايزين خالص. قال الأعمى للغلام: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. قال: أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن فدعا الله له فشفاه. لم يلتفت إلى المال الذي أتى به الأعمى، لم يلتفت سيدنا سليمان إلى العرش الذي أوتي به، لم يلتفت إليه ولم ينظر إليه ولم ينشغل به، إنما انشغاله كله بالله. تقدر تقول لي أنت مشغول بإيه؟ هقطع رقبتك. تقدر تقول لي انت مشغول بايه؟ ده انت مشغول بفتفوت الدنيا مدوخاك وعايش تتمنظر. يا ابني يا ابني انشغل بربنا، يا بنتي انشغلي بربنا، حرام عليكي، انشغلي بربنا بدل ما انت مشغولة بجوزك واللي عمله واللي سواه، وحماتك واللي قالته واللي عادته، واختك واللي راحته واللي جابته، واللي انشغلي بربنا شويه. يا عم الحاج انشغل بربنا، انت قربت تموت. انشغل بربنا شويه، كفايه كده دنيا، وكفايه كده هموم، وكفايه كده ناس. انا قلت في درس الجمعه اللي فاتت في فضفضه: عدم المبالاه بالناس، لا تبالي بالناس، ما تنشغلش نفسك، ما تنشغلش نفسك، اللي يقول يقول واللي يتكلم يتكلم واللي يعمل يعمل واللي يسوي يسوي، خليك مشغول بربنا. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. واحد لم ينشغل به، اثنين لم يتكبر بقدرته عليه، لم يرى لنفسه فضلا وقدرة وقوة. قال: شوف اهم حاجه فيا ان اللي انا عايز اعمله بعمله، اي حاجه عايز اعملها اقدر اعملها وانا قاعد. ما حصلش الكبر ده ولا الغرور ده ولا العجب ده، ما حصلش رؤيه النفس ده، ما حصلش. وانما هذا من فضل ربي، فضل جود كرم، فضل زياده، رحمه زياده، نعمه زياده.
قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. نمرة واحد، هذا من فضل ربي، دي من رحمة ربنا الزائدة علي، يعني دي حتة زيادة ما استاهلهاش. ابن القيم بيقول ايه علي رحمة الله؟ نعم، ابن القيم بيقول ايه؟ وأما عبودية النعم فمعرفتها والاعتراف بها أولا. اثنين، واحد معرفتها، اثنين الاعتراف بها، ثلاثة العياذ بالله أن يقع في قلبه نسبتها أو إضافتها إلى نفسه أو إلى سوى الله أو إلى سبب من الأسباب. اللهم ارزقنا شكر نعمتك، اللهم ارزقنا التوحيد في الشكر والإخلاص في الشكر والصبر على الشكر. ألا ترى أسباب، فما من سبب إلا والله مسببه، وما من سبب إلا والله مقيمه، فالنعمة منه بكل وجه واعتبار. قال الملك الله الجليل العظيم ذو الجلال، قال الله وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. من نعمة، أي نعمة، فمن الله، فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار. قال ثم الثناء عليه بها، قل له يا رب أنا بحمدك وشكرك أنك اديتني لسان بتكلم به، والله دي نعمة من نعم ربنا علي. يا رب لك الحمد والشكر أنك رزقتني عقل أفهم به، وإلا كنت في وسط المجانين بهبل دلوقتي. أشكرك يا رب. قل له يا رب لك الحمد والشكر، الثناء على الله بها ومحبته عليها. حديث الضعيف، أحب الله لما يغزوكم به، حب ربنا عشان بيوكلك، لو ما وكلكش تموت من جوع، لو ما وكلكش ما تلاقيش تاكل. ومحبته عليها وشكره بأن يستعملها في طاعته. اللي أنا عايز أسوقها بقى دي اللي هي إيه؟ ومن لطائف التعبد بالنعم أن يعلم أنه لا يستحقها. هي دي كلمة سيدنا سليمان، هذا من فضل ربي، فضل مش حق، يعني أنا ما استاهلش بس أنت كريم. هي دي اللي تفهمها وتمشي بها لربنا، حسن الظن بالله وسوء الظن بالنفس. يا رب أنا ما استاهلش بس أنت كريم هتديني، حسن الظن بالله والطمع فيما عند الله، بس اعتقاد أنك لا تستحق، لا تستحق، لا تستحق شيئا مما أنت فيه من نعم. أن يرى الله من قلبك أنك لا تستحق، هذا نوع من أنواع الشكر. ولما إنسان يبقى حاسس من قلبه أنه ما يستاهلش اللي هو فيه، يبقى ممتن، باين عليه الامتنان، ممتن لله، حاسس بمنة الله عليه. فمن لطائف التعبد بالنعم أن يعلم أنه لا يستحقها، وإنما هي من عين جود المنة، ولولا فضل الله عليه لم يصل إليه شيء منها. لو بتفهم، لو تعرف،
تستاهلش، وربنا ادالك كرم محض عين جود المنة، وأن يستكثر قليلها. لما ربنا جل جلاله يعطي شيء يقول الله ده كتير قوي عليا والله، ده أنا ما استاهلش. يستكثر قليلها، أي نعمة، سبحان الله العظيم. رجل أصابه العمى فقال له إنسان: ما أشد العمى على من كان مبصرا؟ فقال: اسكت يا أحيمق، أحمق صويل. قال: اسكت يا أحيمق، والله لوددت أن الله وهب لي كنه محبته ثم لم يدع لي بعدها جارحة إلا أخذها. قال له: أنت ما بتفهمش، عينين إيه ورجلين إيه وإيدين إيه وبطن إيه ودماغ إيه، بس يحبني وياخد كل أجوارحي. يا رب حبنا، يا رب يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا. هو لو حبك انت عايز ايه تاني في الدنيا؟ فلذلك نقول انه يستكثر قليلها عليه. اي نعمة تجيلك من ربنا قليل منك يكفيني وقليلك لا يقال له قليل. قليل من الله عز وجل فضل ورحمة وعفو وعافية. عشان كده سيدنا سليمان أول ما شاف النعمة قال: هذا من فضل ربي، يعني زيادة، يعني أنا ما استاهلوش. اتنين: ليبلوني. يا سلام لما يبقى الإنسان فاهم، فاهم ليه ربنا اداله وفاهم ليه ربنا خد منه وفاهم ليه ده شوية وفاهم ليه ده كتير. سيدنا سلمان الفارسي قال: المؤمن إذا ابتلي نظر إلى المصيبة فعلم من أين أتته، أما الجاهل الأحمق فكبعير إذا ابتلي فكبعير عقله أهله ثم أطلقوه، لم يدري فيما عقل ولم يدري فيما أطلق. المؤمن الموحد الطيب الراضي اللي بيفهم عن ربنا كلامه، لما ربنا سبحانه وتعالى يبتليه يبقى فاهم هو ابتلي ليه، ولما ربنا ينعم عليه يبقى فاهم ربنا أنعم عليه ليه، فاهم عن ربنا قضاء وقدره. لكن الجاهل الأحمق ما هوش فاهم حاجة، يأكل ويشرب ويقع ويتنطط، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال زي البعير اللي ربطوه فكوه، له داري فكوه ليه ولا ربطوه ليه؟ فالشاهد سيدنا سليمان فاهم، لما لقى العرش بلقيس عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. التفصيل ده يا جماعة بنسميه مناقشة النفس في أسباب خلاصها. كتير قلت الجملة دي، ان كتير من الناس نفسه يقعد مع الشيخ ابو اسحاق، نفسه يقعد مع الشيخ فلان والشيخ علان، يقعد مع الشيخ والشيخ نفسه يقعد معاهم نص ساعة ساعة ساعتين. ما نفسكش تقعد مع نفسك شوية؟ شوف لما سيدنا زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا، شوف لما سيدنا سليمان هنا، شوف التفصيل ده، التفصيل في الكلام ده، شوف قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر.
ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني حميد. سبحان الله العظيم. التفصيل ده انت محتاج تقعد تفصل مع نفسك الكلام كده، تقول كده المراد منك بالتفصيل، تمليه على نفسك، تفرضه على نفسك، تطرحه على نفسك، تناقش في نفسك. مناقشة النفس في الإخلاص والرياء، مناقشة النفس في الشكر وكفر النعمة، مناقشة النفس في التعبد، مناقشة النفس في المعاصي كبيرها وصغيرها، مناقشة النفس في سوءاتها وآفاتها الباطنة. مناقشة النفس، قول، اتكلم، اطرح القضية كلها وناقش نفسك فيها وعممها على نفسك وخد ورد مع نفسك. هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر منك أم أكفر. كانت دي كفاية؟ لا، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. ومن مناقشة النفس وعرض الموضوع وطرحه كله كأطروحة متكاملة على النفس، واستخراج الواجب على النفس وإلزام النفس بفعله، هو ده سبل من سبل النجاة. هرضى الأمور عمالة تجري على يمين وشمال وهو ولا بيعمل حاجة ولا بيناقش نفسه في حاجة، وسايب نفسه كده زي ما تمشي تمشي. الآخر أخشى أن تكون النار. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.